أهلا وسهلا. يمكن من أبرز ما تم افتتاحه النهاردة نفق الشهيد أحمد حمدي 2. إيه مواصفات هذا النفق وأهميته يا دكتور بالنسبة للمشروعات وبالنسبة لخطة التنمية في سيناء؟ هو الحقيقة قبل طبعا كل سنة وحضراتكم كل جميع بمناسبة رمضان وبمناسبة أعياد الميلاد المجيد وأيضا وبمناسبة أعياد سيناء، وإن شاء الله تكون فتحة خير كده ودايما تبقى أيامنا كلها أعياد يا رب يعني. إن شاء الله. يمكن حضرتك الفكرة كلها أنه سيناء كانت فترة طويلة جدا منعزلة عن أرض الوطن، وكان يعتبر في مسافة ما بين سيناء والوطن، وكانت بتعتمد فقط على نفق الشهيد أحمد حمدي. وبعد فترة طويلة تم عمل كوبري السلام المعلق اللي كان موجود هنا، واللي كان في معظم الأحيان لا يستخدم لأسباب أمنية لأنه كان بيبقى فوق السفن العابرة وكان غالبا بيقف أوقات طويلة جدا. طيب الفكرة كلها أنك أنت عشان تعمل المحاور التنموية عشان تحقق خطة مصر 2050 ورؤية مصر، هي مش خطة هي فيجن، الرؤية دي فيها مجموعة كبيرة جدا من الأهداف، أهمها الاستثمار والتنمية في سيناء. ال 20% الاستثمار في سيناء دون عن بقية الوطن ده مهم جدا لأنه بيعمل تغير ديموغرافي، بينقل السكان من الأماكن الأكثر ازدحاما إلى أماكن التنمية الاقتصادية الجديدة، عواصم جديدة زي مدينة سلام، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، مدينة السويس، في أيضا أحياء زي حي الشهداء، زي حي الإماراتي، أحياء كتير جدا جدا موجودة ومدن بيتم إقامتها على القناة للانتقال العرضي إلى سيناء للعمل والتنمية فيها. سيناء تستحق لأن هي بالإضافة إلى قدسيتها في أرض الوطن هي منبع مهم جدا من منابع التعدين والتنمية، الأملاح، الثروات المعدنية والثروات الزراعية النادرة جدا على مستوى العالم، وبنتكلم أيضا على ثروات محجرية مهمة جدا، منها ممكن تعمل وادي التكنولوجيا، ممكن تعمل الرمال اللي بت 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 بتعمل منها السيليكون، بتعمل الزجاج، يعني صناعات كتير جدا جدا ممكن تقام على أرض سيناء الغالية، بالإضافة طبعا إلى النواحي الحياتية الاعتيادية اللي هي الأحياء السكنية والجامعات والمدارس والمستشفيات والوحدات المحلية، الحياة الطبيعية وحدات الإنتاج المحلي والإنتاج الريفي وخلافه. الفكرة كلها أنك أنت ما كنتش قادر تعدي، كنت عشان تقف على النفق بتقف 6-7 ساعات وأحيانا بتوصل 12 ساعة. نعم. المعديات أيضا كانت بتقوم بدور محدود ولكن لم تكن قادرة على استيعاب الحركة المرورية التبادلية، ومع خطط الدولة في التنمية والمستدامة فظهر هنا أهمية وجود شبكة متكاملة من الطرق في سيناء، ثم تربط هذه الشبكة من الطرق في سيناء بأرض الوطن. فلو اتكلمنا على المحاور اللي تم إنشائها من سنة 2014 إلى الآن، هنلاقي انه المحاور العرضيه محور من جاي من السلوم وصولا الى رفح، فبيعدي جزء منه ساحلي في سيناء، القاهره الاسماعيليه العوجه، فلو اتكلمنا من القاهره الاسماعيليه بيخش على منطقه العوجه في سيناء، الضبعه طابه، تمام، بنتكلم ايضا على محور على الساحل الشمالي. المحاور الطوليه طبعا اللي اتعملت في سيناء منها محور شرم راس النقب ده حوالي 265 كيلو، منها محور بتاع بورسعيد شرم الشيخ بنتكلم على حوالي 55 كيلو، محور 30 يونيو اللي كنت بشرف ان انا استشاري عام عليه 200 كيلو. المحاور دي كلها في الاخر بتخلق شبكه من الطرق الطوليه والعرضيه اللي كان لازم ترتبط بارض الوطن مباشره. هل دي بعتذر يا دكتور على المقاطعه، هل دي الشبكه اللي بتربط سيناء بالمحافظات او بمصر زي ما بيقولوا يعني نظرا ده المخطط للرؤيه العامه لمصر 2050 انه كان يتحط يعني مثلا محاور عرضيه بتمر على البحر المتوسط وصولا الى اقصى نقطه في سيناء من مطروح مثلا او من السلوم لحد اقصى نقطه في سيناء وهكذا طولي، ممكن توصل بعد كده ان شاء الله تنزل لحد ما تخش وتقتحم او تخترق افريقيا وهكذا. فالفكره كلها انك انت ازاي تربطهم، فكانت الـ 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 الربط المستدام. الربط المستدام هو اللي ما بيتقطعش لا بمراكب ولا تضطر انك تفتح كوبري ولا تقفله ولا تضطر توقف كوبري عشان نواحي امنيه. فكانت الفكره كلها في الانفاق، الانفاق اتعملوا 6 أو الفكرة بتاعتهم 6، 2 تم افتتاحهم يوم 26/11/2019 وأنا كنت في الحفل افتتاح وشرفت في هذا الحفل أن أكون موجود، اللي هم نفقين جنوب بورسعيد. الأنفاق الثانية كانت في الإسماعيلية قبلها بفترة، والنفقين الثانيين اللي كان مقرر ليهم أن هم يبقوا موجودين أيضا في منطقة السويس. نفق الشهيد أحمد حمدي القديم العجوز هو اللي تحمل عبء السنين كلها، فكان طبعا لازم يتم إنشاء النفق النهاردة الثاني علشان يبقى في منطقة وسطيه ما بين انفاق الاسماعيليه وانفاق بورسعيد او يكمل منظومه الست انفاق المطلوبين. النفق يبعد 200 متر عن النفق القديم، بنتكلم على طوله 4250، 70 متر تحت خط الارض الطبيعيه، ويعني حوالي 53 متر تحت خط القناه، 11 وشويه العرض بتاعه، يعني حارتين في اتجاه واحد. يبقى دايما الانفاق الجديده كلها بيتم انشائها في اتجاه واحد، حتى النفقين مثلا التبادليين بتوع بورسعيد واحد رايح واحد راجع.
طبعا ده بيسهل جدا العبور وسيوله مروريه دون حدوث ازمه مروريه، او لو تعطلت عربيه في احدى الحارات فتقدر فرق الانقاذ انها تاخدها وتسحبها بدون ما يتوقف النفق، لان لو كان حاره واحده رايحه وحاره واحده راجعه طبعا كان ممكن النفق ان هو يتوقف. هذا النفق ايضا من ضمن سلسله المعجزات المصريه، وهنا طبعا احب اشكر واشيد بالهيئه الهندسيه اللي قامت بهذا العمل، وتشاركت مع شركتين مدنيتين مهمين جدا في مصر اللي هم اعتقد شركه بتروجيت وكونكورد. ليه بيتقال عليه فعلا زي ما حضرتك ذكرت ملحمه او معجزه؟ يعني ليه هذا الوصف لنفق الشهيد احمد حمدي 2؟ بص حضرتك، هو الخبرات المتراكمه، يعني اول نفق خد وقت طويل قوي من المصريين، النفق الثاني واخد وقت اقل، والنفق الثالث بياخد، اذا في خبرات متراكمه في كيفيه اداره العمل، كيفيه اداره وترتيب عناصر العمل والوقت. يعني كان زمان بيتم رفع الحلقات الخرسانيه بمعدلات اقل، 5 حلقات او 6 حلقات في اليوم، زي ما النهارده حضرتك شفتي في الفيديو التعريفي بيتم رفع 15 حلقه في اليوم. فبالتالي في تسارع في معدلات الانجاز، وده بسبب تراكم الخبرات عند الشركات المصريه. كمان المكنه اللي كان الرئيس امر انها تبقى موجوده ومصر تشتريها اللي بتحفر الانفاق، دي كانت مهمه جدا في تسهيل انك انت يبقى عندك حاجه بتاعتك انت مش بتاجرها او بتحتاجها من حد تاني. بنتكلم على انه هذه الانفاق ايضا بتشارك فيها كميه كبيره جدا من العماله، ودي تحتاج مستوى عالي جدا جدا من اداره العمل الهندسي. يعني النفق الاخير ده تشارك فيه 5000 عامل ومهندس وفني. فيعني غير موضوع انه بيفتح بيوت والحاجات اللي احنا بنبقى عارفينها، ولكن هو المانجمنت بتاع الشغل نفسه محتاج شغل كبير جدا عشان ترتب الترتيب بتاع العمل نفسه بسلسله متتابعه من الاعمال، بحيث ان الوقت ما يحصلش تداخل او تقاطع، او يحصل ان يبقى في كلاش بوينت او نقطه توقف الشغل. يعني الشركات المصريه الحقيقه بتعمل النهارده الخبرات دي زيها زي الدول العالم. وانتقلت طبعا في اول نفق من الخبرات الدوليه زي الخبرات الالمانيه والمهندس هاني عازر وغيره. الحاجات دي كلها طبعا انتقلت، والنهارده اصبح في خبره مصريه تقدر كمان نصدرها لاي دوله ثانيه لو احتاج.